ازاي طلب هنتكلم على موضوع من موضوعات السايكاتري، موضوع الاسكيزوفرينيا او السايكوزيس. الاول نتذكر التقسيمه اللي احنا كنا عاملينها للسي ان اس لخمسه مين زون. كنا اتكلمنا في الاول واحنا بنتكلم على الزهايمر ديزيز وقلنا ان هو نيورو ديجنريتيف ديزيز مينلي افكت السيريبرال كورتكس نتيجه النيورو ديجنريشن اوف استايركولين نيورونز. في جزء تاني اسمه الليمبك سيستم، هذا الليمبك سيستم يحتوي على دوبامين ريسبتور ايزر سب تايب دي 2 او سب تايب دي 4 ان اديشن لل 5 هيدروكسي تريبتامين ريسبتور. هذا الليمبك سيستم كنترول البيهيفيور والثوت والبيرسوناليتي. لما بيحصل عندي دوبامين هايبر فانكشن داخل الليمبك سيستم بيحصل عندي مشكله بنسميها بالسايكوزيس او الاسكيزوفرينيا او باللغه العربيه ما يسمى انفصام الشخصيه. ما نيجي نعرف الاسكيزوفرينيا، هي عباره عن سبليت اوف مايند او سبليت اوف بيرسوناليتي، او ساعات في بعض التكست بتسميها مالتيبل بيرسوناليتي، وده تشالنجينج ديس اوردر. المريض ما بيبقاش قادر يميز ما بين وات از ريال اند ار ريال. ان اديشن بيبقى فيه اذر بروبلم ان هو ثينك كليرلي مانج ايموشن ريليت تو اذر فانكشن نورمالي اند تيك كير اوف هيم اور هير سيلف. لكن الواقع، هل معنى ذلك في الاسكيزوفرينيا ان المريض بيبقى عنده شخصيتين؟ لا، لكن نتيجة زيادة الدوبامين في الليمبك سيستم أو الدوبامين هايبر فانكشن في الليمبك سيستم، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن السيلف إنر ثوت والسيلف إنر توك أوف ذيس بيشنت البرين بيعمل لها ميس انتربريتيشن أس فورين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام الداخلي ما بين المريض وبين نفسه والأفكار الداخلية اللي بتنشأ داخل المريض، البرين او السي ان اس بيعمل لها انتربريتيشن على ان في حد بيكلمه وفي حد بيفكر معاه. فعشان كده هذا ديزيز مميز بيه هالوسينيشن، ايزر فيجوال هالوسينيشن اور اوديتوري هالوسينيشن. يعني ايه فيجوال هالوسينيشن؟ سينج بيرسون هو ار نوت زير، يشوف ناس مش موجوده. اوديتوري هالوسينيشن توكينج ويز بيرسون هو ار نوت زير، يعني نتكلم مع ناس مش موجودة. اوكي، عشان نبسط الموضوع ده، كلنا شوفنا الفيلم اللي من الناحية العلمية يعتبر من أعظم الأفلام العلمية اللي اتعملت، فيلم آسف على الإزعاج. أحمد حلمي كان عنده سكيزوفرينيا، مش معنى كده إن هو كان عنده شخصيتين، لكن كانت دايما السيلف إنر صوت أفكاره الداخلية، السيلف إنر توك والسيلف إنر هوبس آماله الداخلية كانت بيحصل لها انتربريتيشن آز فورين، وده كان مانيفيستد باي فيجوال هالوسينيشن، شوف ناس مش موجوده، شوف والده اللي هو ضايد لونج تايم اجو يكلم ناس مش موجوده، وده كان بيحصل لما كان التليفون يرن، يكلم حد يقول له انت مش عارفني، وفي اخر الفيلم قال له انت لسه مش عارفني، انا انت يا حسن. يعني ايه انا انت يا حسن؟ انا افكارك الداخليه وكلامك الداخلي اللي البرين بتاعك عمل له مس انتربريتيشن از فورين نتيجه زياده الدوبامين في الليمبك سيستم. رغم ان هذا ديزيز رير بيحصل في 1% من البوبوليشن، لكن بيعتبر تشالنجينج سي ان اس ديس اوردر. زي ما قلت ليه؟ لانه بيعمل امبيرمنت للابيليتي تو ثينك كليرلي مانج ايموشن ريليت تو اذر فانكشن نورمالي. دايما بيحصل في ما بين يونج ايج ما بين سن 16 تو 35 years old، لكن هذا لا يمنع ان هناك جينيتك فاكتور وان هذا ديزيز كان افكت للتشايلد اللي بيبقوا ناتجين عن اسره فيها البيرنتس او حد منهم عنده سكيزوفرينيا. كلينيكال برزنتيشن بتميز السكيزوفرينيا بمجموعه من السيمتومز. هذه السيمتومز بنسميها بوزيتيف اند نيجاتيف سيمتومز ذات بريزست فور ات ليست 6 مانثس. يعني المريض عشان يتشخص ان هو سكيزوفرينيك لازم تكون هذه السيمتومز موجودة فور ات ليست 6 مانثس. البوزيتيف سيمتومز دي بنسميها الاكيوت انس او الاكيوت سايكوتيك انس، ودي بتشمل ديليوجن اللي بنسميه بارانويد رياكشن، هالوسينيشن اللي هي الهلوسة السمعية والبصرية اللي هي
auditory hallucination or visual hallucination, disorganized speech or aggressive behavior. delusion اللي هو اول حاجه اللي هو في البوزيتيف سيمبتومز اكستريملي كومن في السكيزوفرينيا، بيحصل في 90% من حالات السكيزوفرينيا. اوكي، وبياخد اشكال مختلفه. ممكن المريض يكون عنده اي نوع من انواع الديليوجن اللي انا هقول عليها، ديليوجن او برسيكيوجن. يعني ايه ديليوجن او برسيكيوجن؟ ان دايما المريض عنده بليف ذات اذرز اوفن افيك زي ار اوت تو جيت هيم اور هير. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ان دايما المريض مراقب وان دايما هناك اشخاص بتراقبه عشان كاتش هيم او كاتش هير او ارست هيم او ارست هير او كيل هيم. او ودايما هذا الديليوجن او برسيكيوجن اللي هو الشعور ان هو مراقب او شعور بالاضطهاد. اوكي، زي برضو ما شفناه في فيلم اسف على الازعاج، احمد حلمي كان عنده ديليوجن وبرسيكيوجن، كل الناس ما بتحبوش، كل الناس بتشتمه. ده كان نوع من انواع الديليوجن، ما كانش في حد فعلا بيشتمه، ما كانش في حد فعلا بيكرهه، لكن هو ده سيلف انر صوت والسيلف انر توك اللي هو مس انتربريتيد باي الليمبك سيستم. اوكي، ودايما هذا ديليوجن او برسيكيوجن او شعور الاضطهاد او شعور بالمراقبه او ان هو دايما تحت المراقبه او مضطهد ممكن ياخد بزار ايدي، يعني افكار غريبه. فور اكزامبل يقول لك ماي براذر تراي تو كيل مي، ده ديليوجن او برسيكيوجن، شعور بالاضطهاد، اخوه عايز يقتله. ازاي؟ باي بوتينج راديو اكتيف ماتيريال ان تاب ووتر، يحط مواد مشعه في ميه الحنفيه طبعا. ده ازاي؟ بزار ايدي. النوع الثاني من الديليوجن، ديليوجن اوف ريفرنس. يعني ايه ديليوجن اوف ريفرنس؟ ده معناه ان كل الجنرال انفايرمنت او الايفنت اللي بتحصل لكل الجنرال بوبيوليشن، لا المريض بيتقال ان هي معموله علشان. مثال على كده الويذر فوركاست، كلنا نعرف النشره الجويه بتتقال لكل الناس، بكره امطار، بكره انت فين، جو برد فدق الهدوم. لا مريض السكيزوفرينيا، لا ده هم بيقولوا لي عشان ينبهوني عشان اخد احتياطاتي والبس تقيل عشان المطر. اوكي، ده بنسميه ديليوجن اوف ريفرنس. كل حاجه جنرالايزد ايفنت بتحصل، لا المريض بيحس ان هي بارتيكولار فور هيم. ديليوجن اوف جراندير اللي هو جنون العظم، المريض دايما بيحس ان هو سو امبورتنت، شخص مهم. يقول لك انا نابليون، انا اقدر اطير، فيقوم جاي طالع فوق العمارة وناطط يقول لك I can fly طبعا فيموت. ده delusion of grandeur. اوكي، delusion of control. delusion of control ده معناه ان المريض بيقول لك كل الافكار وكل الابتكارات inserted onto او withdrawn from their mind، يعني كانت هي جات له واتسرقت من دماغه، واتسرقت من دماغه برضه بزار ايديا. اوكي، delusion of control ممكن تكون thought insertion، someone is planting thoughts in my head، واحد هو زرع الفكرة دي في دماغي، أو thought withdrawn، CIA is robbing me of my thought، يعني CIA سرقت الأفكار بتاعته. ده delusion of control، يعني الأفكار يا أما أوحت إليه يا أما اتسرقت منه. وده طبعا في بعض الأحيان بيمس religious belief، يقول لك لا الانجيل ده نزل عليا وسيدنا عيسى سرقه، او القران اتوحى ليا وبعدين سيدنا محمد سرقه، استغفر الله العظيم. طبعا دي جاست اكزامبل، لكن هذا بيبقى واقع في مرضى السكيزوفرينيا. ربنا يعزنا ويعزكم باذن الله. الهلوسينيشن زي ما انا قلت، المريض بيبقى عنده هلوسه، الهلوسه دي مثلا تكون فيجوال هالوسينيشن، هلوسة مرئية، يعني سينج بيرسون هو ار نوت زير، شوف ناس مش موجودة، او اوداتري هالوسينيشن يعني هلوسة سمعية، المريض بيبقى توكن لويز بيرسون هو ار نوت زير، ودي بنسميها فويسز. اوكي، على الهلوسة السمعية بنسميها فويسز. اوكي، وده كان واضح جدا في فيلم اسف على الازعاج او فيلم بيوتفول مايند، لكن خلينا في الفيلم العربي بتاعنا اللي الدكتور استاذ الدكتور احمد عكاشه استاذ الطب النفسي كتب الماده العلميه على احسن ما يكون، وهو البطل الحقيقي لهذا الفيلم. كان بيشوف والده اللي هو دايت لونج تايم اجو،
حد كلمه في التليفون وقال له انت ما عندك ميعاد مع الرئاسة ولازم تقابل الرئاسة عشان تعرض الفكرة بتاعتك. دي كانت اداتري هالوسينيشن. رؤية والده اللي هو توفى من فترة طويلة كانت فيجوال هالوسينيشن. اوكي، ده عشان نبسط المواضيع. بس ما زلنا في البوزيتيف سيمتومز. ديس اورجانيزد سبيتش ده بياخد اشكال، يعني كلام مش مرتب. كلمة ديس اورجانيزد سبيتش يعني كلام مريض للسكيزوفرينيا، ما بقاش مرتب. زي ما قلنا على الديليوجن بياخد اشكال متعددة، وزي ما قلنا على الهلوسينيشن بتاخد شكل مثلا ادواتري او فيجوال هلوسينيشن، برضو الديس اورجانيزد سبيتش ممكن ياخد اشكال متعددة. من ضمن هذه الاشكال لوز اسوشيشن. يعني ايه لوز اسوشيشن؟ كلام مش مترابط. ده ديس اوردر اوف اسوشيشن اوف ثوتس. المريض بيبقى رابيدلي شيفتنج فروم توبيك تو انذر توبيك ويز نو كونكشن بتوين ذا توبيك. يعني بيتكلم في موضوع بعدين يتنقل لموضوع اخر، مفيش اي علاقه ما بين الاثنين، ما بين الموضوعين. او في بعض الاحيان المريض ما بيبقاش عنده ability to carry conversation، ما يقدرش يعمل كوميونيكيشنز. ودايما لما تيجي تساله كويتشن الريبلايز بتاعته بتبقى شورت اند سام تايمز ديسكونكتد او نوت ريليتد للكويتشنز. ده اول نوع من الديس اورجانيزد سبيتش اللي يبقى فيه لوز اسوشيشن، رابيدلي شيفتنج فروم توبيك تو انذر توبيك، ان ابيليتي تو كاري ا كوميونيكيشن اور ا كونفرزيشن، شورت اند سام تايمز ار ريليتد ريبلايز تو كويتشنز. هناك نوع اخر من الديس اورجانيزد سبيتش بنسميه نيولوجيزم. ده معناه ايه؟ ان المريض بيضع ووردس او فرازس عبارات لها معنى فقط عند المريض وليس لها معنى عند اي شخص صحيح او شخص سليم. فور اكزامبل جيف نمبر تو نيم او بيرسون او سبجكت. ازاي الكلام ده؟ يقول لك مثلا 37 هيت مي. يعني ايه 37 هيت مي؟ 37 ضربني. مين اللي ضربك؟ مين 37؟ انت احنا ممكن في اتوبيس 37 رقم 37 هو ما نفهمش يعني، لكن هو 37 ده ممكن يقصد بيه احد زملائه، فهو هنا اعطى نمبر لنيم او بيرسون. او يقول لك اي نيد تو جو تو 41. محدش عارف 41 ده يعني ايه، لكن بالنسبه للمريض ممكن يكون الباث روم او البيت روم. مش بس كده، ده في النيولوجيزم ممكن يجيف نيم اوف ديز تو فريندز او انيمالز. فور اكزامبل يقول لك I'll meet Friday. هو في حد بيقابل يوم الجمعة، لكن Friday بالنسبة له ده ممكن يكون his friend. هو أعطى name of days لأحد أصدقائه. قال لك I hate Sunday. يعني إيه بيكره يوم الأحد؟ لا، ممكن يكون Sunday ده مثلا animal هو ما بيحبوش. For example cats أو dogs. فهو أعطى أي أسامي أو أيام الأسبوع لأسامي أصدقائه الأنيمال. يبقى تاني حاجة من ضمن الـ Disorganized Speech Neologism. وبعدين في حاجة اسمها Preservation. Preservation Repetition of words and statements more and more. بمعنى saying the same thing over and over. يقول نفس الحاجة أكتر من مرة. I am going to eat. 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 خمس ست مرات عشان يقول لك أنا رايح أكل. Okay. I am going to bed. I am going to bed. I am going to bed. برضو ده نوع من انواع الديسورجانيزد سبيتش، لكن اسمه بريزرفيشن اللي هو تكرار نفس الجمله او نفس الكلمات مرات ومرات. كلانج برضو دي عباره عن مينينجلس يوز اوف رايمنج وورد. يعني يقول لك كلام فيه رايمنج يعني فيه سجع لكن ليس له معنى، وده نوع من انواع الديسورجانيزد سبيتش. قد يصاب المريض او يعبر المريض عن هذا الديسورجانيزد سبيتش بواحدة أو بعض من هذه الحاجات اللي أنا قلت عليه: lose association, neologism, preservation, clang. قلت لك clang معناها meaningless rhyming words. أنا أقول لك كلام له سجع rhyming لكن ليس له meaning. نشوف example كده. I said the bread and read the shed and fed Ned at the bed. كلام فيه rhyming، كلام جميل لكن ملوش أي معنى، ما فهمتش أنا منه حاجة. ما زلنا في البوستيف سيمتومز.
وهناك اخر حاجه الاجريسيف بيهيفير، المريض ساعات بيبقى عنده اجريشن تواردس الفريندز او الفاميلي ريليتيفز او الاخرين without no purpose or reason، فيبقى عنده violent behavior او عنده hostility او ساعات بيبقى عنده suicidal thoughts او attempts. شفنا الاجريشن ده في فيلم اسف على الازعاج، لما والدته قالت له، قالت لاحمد حلمي والدته قالت له والدك مات، فانفعل وعاملها باجريشن وقال لها اسكتي، ده نوع من انواع الاجريشن. الحاجة التانية اللي هي النيجاتيف سيمتومز او الكرونيك سكيزوفرينيا او الكرونيك انس. النيجاتيف سيمتومز means absence of normal behavior found in healthy individuals. ده معنى كلمة نيجاتيف سيمتومز، يعني كلمة نيجاتيف سيمتومز معناها ان انا ما عنديش نورمال بيهيفيور. اوكي، حوالي 60 إلى 80% من البيجون اللي هم بيعدوا بالاكيوت سايكوتيك انس اللي هو البوزيتيف سيمتومز لازم يروحوا للنيجاتيف سيمتومز وبيبقوا كرونيكالي افكتد، ولما بيعدوا بالنيجاتيف بالبوزيتيف سيمتومز وبعدين يروحوا منه للنيجاتيف سيمتومز او كرونيك انس، دايما هذه المجموعه من البيشنت بيبقى عندهم بور ريسبونس تواردس الانتي سايكوتيك ثيرابي، وبالتالي البروجنوزس بتاعهم بيبقى باد. شفنا احنا البوزيتيف سيمتومز اتكلمنا عليها ان ديتيلز، نشوف الكومن نيجاتيف سيمتومز اوف سكيزوفرينيا. اول حاجه امبيرمنت ان ا بيرسون ابيليتي تو تيك كير اوف هيم اور هير سيلف، ما بيعتنيش بنفسه، ما بيسرحش، ما بيستحماش، ما بيهندمش نفسه وهكذا. المريض بيبقى ابيرنج وزدرون، وبالتالي بيبقى عنده مشاكل في الاوكيوبيشنال ريليشن او الفريند ريليشن او الانتر بيرسونال ريليشن او الفاميلي ريليشن. المريض بيبقى عنده lack of emotional expression او عنده emotional blunting، يعني انحراف في العاطفة، ما بعرفش يعبر العاطفة بتاعته او بعبر عنها by mistake زي ما هنشوف. ال lack of emotional expression المريض بيبقى عنده inexpressive face، بيبان masked face، وبيبقى عنده لما بيجي يتكلم بيتكلم بمونوتونس speech، سواء مبسوط هو نفس التون، زعلان هو نفس التون، حزين هو نفس التون، مش حزين هو نفس التون، مش عنده eye contact. طب الايموشنال بلانتنج اللي هو انحراف العاطفه، ده ان ابروبريت اكسبريشن اوف ايموشن، ازاي يعني المريض يحصل لافنج اوكي او كراينج في مناسبات غير متوافقه مع اللافنج او كراينج، ازاي يضحك مثلا وهو قاعد يعزي مثلا زي ما شفنا يحيى الفخراني في احد الافلام، اعتقد كان اسمه الكيف على ما اعتقد، راح يعزي فطبعا كان واخد امفيتامين فكان عامل له سايكوزيس فقعد يضحك في العزاء اوكي، او يا كراينج مريض يبقى مثلا في هابي اوكيجن زي مثلا ويدنج بارتي فيوم جاي عامل كراينج، دي بنسميها ايموشنال بلانتنج. اسف سيمنج لاك اوف انترست ان ذا وورلد سوشيال وذدرول، مريض بيبان ابيرنت ان اوير اوف سوشيال ايفنت، نتيجة بانت مش مهم اوكي، هنمتحن ازاي مش مهم، مش مهم، مفيش اي انترست اوكي، وذدرون فروم هيز او هير فاميلي، والدك تعبان شوية كده هيبقى كويس مش مهم، طب بابا مات لا 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 فهو ايه وهيصحى ما ماتش ولا حاجة اوكي، ابيرنج وذدرون اوكي. لا بس ده عبارة عن the feeling of not having much emotion or interest، مش عنده interest. lack of drive، يعني ايه lack of drive؟ اللي مش مقصود بيه ان هو ما يعرفش يسوق عربية، لانه ما يعرفش يقود بيبول او ما يعرفش ان هو ياخد decision او organize group work، ده المقصود lack of drive. fluctuation of mood، ساعات المرض بيبقى depressed وساعات بيبقى عنده anxiety. الحاجة الأهم اللي بيبقى عنده lack of insight into his or her illness، دايما المريض غير مقر انه هو مريض وانه هو لازم يروح للدكتور وياخد علاج، وده شفناه برضو في فيلم اسف على الازعاج، رفض احمد حلمي انه يتعالج فوالدته جابت الدكتور عشان يكشف عليه باعتبار انه هو جاي يأجر منهم الشقة، وده ليه؟ ده عشان يوضح لنا الدكتور احمد عكاشة في الفيلم الكبير اسف على الازعاج من الناحية العلمية
ان المريض بيبقى عنده lack of insight into illness، مش مقرر ان هو مريض. فاظهر ده في صورة ان والد رفض يتعالج، فوالدته جابت الدكتور على انه جاي يأجر الشقة عشان يقدر يكشف عليه ويعرف عنده ايه. هنتكلم عن causes of schizophrenia او hypothesis of schizophrenia. اول ثيوري بتقول ان الاسكيزوفرينيا نتيجة الفولنرابيليتي، او ما نسميه الفولنرابيليتي موديل، بمعنى ان الناس اللي بتبقى حساسة للانفيرومنتال ستريس والانفيرومنتال فاكتورز هم اكثر ناس عرضة للاسكيزوفرينيا. وبالتالي يعني اصحاب هذه النظرية لكن يعني المجتمعات اللي فيها هاي ليفل اوف ستريس وجدوا ان فيها نسبة كبيرة من الناس اللي عندهم اسكيزوفرينيا. ايه الانفايرومنتال ستريس اللي ممكن تخلي الناس السنسيتيف او الفولنرابل يجي لهم سكيزوفرينيا؟ بوبوليشن دينستي، الكثافات السكانيه والزحمه، وبالتالي الانديفيديوال سبيس، المساحه اللي انت بتتحرك فيها. اوكي، بيت ماشي، انت فاهم الشارع فيه افراد قد ايه، البيت فيه افراد قد ايه، وهكذا. السوشيو ايكونوميك ستاتس، كل مكان الايكونوميك ستاتس والوضع الاجتماعي بتاعك قليل، كل ما كان نفسك في حاجات تشتريها وما انتش قادر تشتريها، فده ممكن يعمل لك سكيزوفرينيا او سايكوزيس. الريشال ستاتس، تميز ما بين الاجناس، زي مثلا الناس في جنوب افريقيا في مجتمع ابيض ومجتمع اسود، اصحاب البشره السوداء، فده ممكن يعمل راسيزم او تفريقه عنصريه فيؤدي الى سكيزوفرينيا. الديفورس والبرنتورال سيباريشن، انفصال الاباء، وده يمكن انا قلت لك ان في الأطفال بيحدث في الأطفال سكيزوفرين. الوركلس، البطالة، قاعد بقى خلاص اتخرجت ما انتش لاقي شغل، لسه بتاخد مصروف، فكل ما تيجي تاخد فلوس من والدك تبقى مستحي، فده ممكن يسبب لك سكيزوفرين. لكن اعتقد ان هذه الفاكتورز ما اثرتش في المجتمع المصري كتير، فهذه النظرية يعني غير قابلة للتصديق على الأقل بالنسبة للمجتمع المصري. هناك بقى النظرية الأخرى، الجينيتك موديل. هناك جينيتك كومبوننت اوف سكيزوفرينيا، قلنا 10% اوف سكيزوفرينيك بيشنت هاز ا فاميلي هيستوري اوف ذس ديس اوردر. النظرية الأوقع والأقرب إلى التصديق والمبنية على قاعدة علمية هي الترانسميتر ابنورماليتي موديل. اوكي، وده قال لك ان الاسكيزوفرينيا بتيجي نتيجه زياده الدوبامين في الميزوليمبيك باسوي، والناس برهنت هذه النظريه، قالت لك الناس اللي بتاخد دوبامين او بتاخد امفيتامين اللي هو انالوج من الدوبامين ممكن يحصل لهم سايكوزس، وده شفناه في فيلم كيف بتاع يحيى الفخراني لما خد امفيتامين فحصل له سايكوزس وحصل له ايموشنال بلانتنج، فراح يعزف عادي يضحك في العزل، لان ده نوع من انواع الايموشنال بلانتنج، وده انا انفده من واحد من ضمن الدراج انديوست سايكوزيس. اوكي، الناس برضو عشان تؤكد هذه النظريه جابوا الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا وادوهم دوبامين ريسبتور انتاجونست، فلما قفلوا الدوبامين ريسبتور اوكي السايكوتيك سيمتومز حصل لها ريليف، فطالما هذه النظريه مبنيه على قاعده علميه فتبقى هي النظريه الاصدق.